شدي بلاغيكي. ماهر قوتلي. أحمد مصطفى. بعتي لي المستخدمين. وآخر مرة بتعدي بالمكتب بدون إذن. حاضر أستاذ. تيتي؟ خايف قضيها. تيتي تيتي مثل ما رحتي مثل ما اجيتي. يا اختي تحججتي اول مره وثاني مره وعشر مره وبعدين ولك هدول نسوان اهم مسؤولين بالبلد بكره بفكروا انك شايفه حالك عليهم وبياخذوا على خاطرهم مني. اصلا احمد اذا رح يضل على هالعقليه رح اقضيه على اعتذارات وتبريرات. اي والله معك حق. صحيح شو صار معه مشان المؤتمر الطبي؟ ليش انا عرفانه شيء؟ ابو طارق داوم اليوم بالمديريه. شو عم تحكي لك؟ ليش ما قلتي لي؟ لك مو لا اعرف انا بالاول. يي يي الله يعينك يا اموره. الله وكيلك فقت الصبح ما لقيته، دقيت له على الموبايل قال شو داومت بالمديريه وطلع خلقي وجنيت. بدك يعني يكون انا ها؟ لك انا ببوس ايدي وشو افهم انه ابو حسام ما نهي. كلياتكم بتعرفوا ابو حسام ما بيخطي خطوه من هون لهون الا لحتى يشاورني او ياخذ رايي على الاقل. لك هلا شابون الولدات وين بده يعرضون هفوه؟ هذا يا سيدي بالظاهر مدير عام شغل سيارين اطاف ورد شمام هوا بالظاهر قايله وزعوهم بالطوابق بده يطفي منظر عام خلاب بالمديريه. تبي منظر عام خلاب؟ السلام عليكم. وقفوا يا صبري وين هافف الولدات؟ لا هدول مدير عام امر انه يوديهم لدار الايتام. ايوه دار الايتام قلت لي شايف مديرنا العام شو رومانسي. لك علي خلينا شويه مشان نساوي فيهم زهورات. الزهورات والمليسه بدها حدا مرشح مقرب. ليش ما عم تقرب؟ قرب لشو؟ مثل ما بدك سيدنا مثل ما بدك سلامة قولا من رب الرحيم. شلون الشغل؟ مثل الساعة مثل ما بدك سيدنا. وانت؟ انا سيدي من ايدك هيدا ايدك هيدا انا تمام. اللي شو صار بالصبي؟ ان شاء الله شهشل الوضع شوي. شو؟ لك شو المدير قال؟ لك بعلمي بفوت من هون بيطلع من ما بعرف منين بفوت منين بيطلع. بسم الله الرحمن الرحيم، سلام قولا من رب الرحيم. جني قربي قربي لشو؟ ليش تقربي؟ لك قربي ورجيني شعري. شو بو ما حلو لونه؟ لك هلا ما عم بحكي عن لونه. طلعي كيف اطرافه مقصفه؟ وشعرة طالعة شعرة نازلة. ليش هيك تركتي لها هلا يا عمورة؟ لك شو بيعرفني؟ كل ما بقول بدي روح لعند الكوافير بتجي لها شي قصة وبنسى. ما بصير هذا الحكي. ولك اختي هلا هذا شعر زوجة مسؤول مهم ما بصير. الروحة لعند الكوافير لك اختي المفروض تصير من اساسيات حياتك اليومية. ما بتعرفي لازم تكوني مستعدة لأي لحظة انك تستقبلي حدا. والله معك حق. ايوه هذا اللي شاطرة فيك. والله مزبوط. والله معك حق. طب شو بدي اقول؟ لسه بتسألني شو بدي اقول؟ على الحارة مسك التليفون خير. طب
تتصلي بابو طارق هلا وبتقولي له يبعث لك سياره وشوفير مشان نروح. سياره لك مشان نروح لعندك وفير لسه تسالني اياه. يلا بعدين معك لك أميرة. ألو أهلين أميرة، الله يرضى عليكي خلصيني عندي شغل. بدي تبعت لي سيارة مع شوفور. هلا معقول مشان هيك شغلة بايخة عم تتصلي فيه؟ اتصلي بأي مكتب تاكسي ببعت لك سيارة مع شوفور. لك شو المكتب تاكسي ما مكتب تاكسي؟ بدي سيارة مع شوفور من عندك من المديرية. ايه مو تكرم عينك يا أميرة خانو، بس سيارة؟ ايه مرقاب المديرية كله تحت تصرفك. روحي عني هلا مالي فاضي لهيك لعي فاضي. يعني كنت عم تتمقلس علي وما بدك تبعت لي سياره مع شوفور؟ اكيد لا. وليش ما بدك تبعت لي اياها؟ لانه ما عندي بالمديريه ماده قانونيه بتخولني استخدم سيارات المديريه لاغراض شخصيه. بس ما قلتي لي ليش بدك سياره؟ بدي اروح لعند الكوفير. اخذي تاكسي والسلام. يعني ما رح تبعت لي سياره؟ لا ما رح ابعت لك سياره. سكر بوشي. قولي على قامتي عليك يا اختي. وين رايحة؟ شو عم يقولوا كمان؟ عم يقولوا عنده معلومات عن كل الموظفين. ليكو سلالة؟ يعني ما رح اجرب؟ لا رح اقولك يخرب دياره ان شاء الله، عم بشتغل من تحت لتحت، والله مو سهل. مو سهل؟ لك ايه امي تبيعها شغلكم قوموا قوموا خليتي. لك شو بتحكي انت؟ معقول؟ ولك معقول واكثر. لك مو بس هيك عم يقولوا انه عنده سي في لكل الموظف هون بالشركه. ايه لانه هو مو مصدق امتى يتعرف على بريجيت باردو وصوفيا لورين. دخلك شو عم يقول كمان؟ هذا يا سيدي شو عم يقول تحت حدا؟ فاطمة مديرية من هون شفت السكرتيرات اللي كانوا عندهم. صدقني يا قرابتي يا استاذ عارف، طلع بيعرف عن المستخدمين كل شيء، ما حدا نافذ منه، طلع بيعرف عنهم كل شاردة وكل وردة. شو هالحكي اللي عم تحكيه يا أبو سعيد؟ ما عم صدق اللي عم بسمعه، ما عم صدق. شكله مصيف هالمدير. لك شبك ليش عم تخبي البسطة؟ لك شلون ما بدك يعني خبيه؟ على هذا المدير العام الجديد، النملة، شو النملة قدامك؟ إذا النملة فاتت على المديرية بدك تكون دريان فيها. العم على القصة، العم على القصة رح دنيا يا رجل. شو هاي القصة أصلك شو؟ لك دانا. شو بها دانا؟ ليش عم تحكي على دانا؟ لا ما عم بحكي على دانا، بس دانا بنت رائعة بتجنن بتغير العقل. لا تحكي. شلون طبست فيك؟ والله ما عم بفهم، ما عم تفوت براسي، أتريك مو قليل. طبعا مو قليل، بعجبك أنا، شو بفكرني؟ طيب الله خلينا إياك، ما عندها هيك شيء، أخذت بنت خالي بالهم. السلام عليكم. أهلا وعليكم السلام. وعليكم السلام، أهلين. بدي الأستاذ طارق. ليكم. أستاذ طارق، هي الأستاذ طارق. لك أنت طارق. إيه صحيح أنا طارق. أيوه خير. أنا منير اللي حكيتك مشان الأستاذ ما عبد الحق. مها عبد الحق مين مها؟ أخت حضرتك. دكتور أخت. إيه صح أختي. إيه بنت خالي. إيه مضبوط حكتني عنك. شو كنت تشتغل أنت؟ ما في شغلة وما اشتغلتها، بالله الدهان بالعتالي كل شيء. إيه أنا الأستاذة قالت لي إنك متجوز. وعندي أولاد وعم دور بسراج وفتيلة على شغل مشان نعيش. والله أنا عندي بالمشروع ما بحسن شغلك عامل، لأنه عندي عمال زيادة. شغلك حارس على المشروع إذا بدك. شباب شو في؟ ما في شيء، رقبتي يمكن شكل. شغلت رقبتها؟ ايه. لا تتعب حالك في. شو تشتغل حارس؟ ما عندي مشكلة استاذ صاري، أنا مستعد اشتغل اللي بدك إياه. ايه منيح، أنا عندي ورديتين عمالهم بيشتغلوا، وردية الثانية بتخلص الساعة 10 بالليل. أنت شغلك بيصير من بعدهم. منيح هيك؟ كثر الله خيرك يا أستاذ، الله يخلينا إياك ويطولنا بعمرك يا رب. الله يحفظك ويخليك. الله يخليك. لكن ليش عم تحكي من وقت؟ تعال وقف قدامي لشوفك. يلا بأمرك، يلا جاي لعندك. وقف هون هون. يا رب. لف لشو. ايه خلص تمام، يلا روح وارجع على الساعة 10، بعد الساعة 10 مشان تستلم شغلك بالليل. ماشي يلا على راسي أستاذ، يلا يعطيك العافية. الله معك. اسمك أنت؟ لحظة. أنا اسمي منير. منير. منير، أنت بتحب الليمون؟ إيه بحب الليمون. خود هي الليمونة. هي سلفة على الراتب. لا عم بمزح معك، إيدك راتب. ماشي يلا السلام عليكم. وعليكم السلام، الله معك. أجدد أنت أجدد. شو عم تقول له ليمونة أعطيناها يا زلمة؟ شبك؟
خلينا انت ليش لابس طاقيه مثل حكايتي؟ عامل حالك مثل المهندسين. اشلحها اشلحها ولو انك ابن عمتي. اشلحها. هات الموبايل. مو موبايلك، هات موبايلي. هاتو موبايلي عم اقول لك. وهات نظاره كمان. قولوني اعمل يا جلال. نعم استاذ. تعال عندي تعال. نعم استاذ. قلت لك لعندي مو علي. روح للي قلت لك. روح روح روح. ما صعي ما بتروح اخوي. لك يا فراس ما عم بتهرب. الله يرضى عليك. كيف بدي اوظف لك يا؟ شو الشغله؟ لعبه؟ توظيف فيه له شروط، له مسابقة، المفروض يكون عندنا ملاك. شو دبرها؟ أصلاً لسه ما دفي تحتي. لك هذا أول يوم إلي يا رجل. من أولها بدك يعني أمشي أعواج؟ ما بتزبط معي. إن شاء الله بس يصير في فرصة تكرم عينك. قانوني. حاضر. الله معك. بلش النق من أولها. يا حبيبي. شو هالنسوة؟ سيدي ريما تعي لعندي. مور استاذ. في مراجع اجى لعندك من كم يوم وجاب لك معاملة جيبي ليها. مراجع؟ ايه مراجع. شبك حبيبي ارفع ايدك. ايه تذكرتها. وين المعاملة؟ عندي بالمكتب. ما تجيبيها؟ حاضر. على فكرة لا تقلي بالفطور الصبح مشان يفضى مخك. ها بتستوعبي؟ حاضر. وبعتيلي الأستاذ عارف. حاضر أستاذ. وضروري تبتسمي بأول الدوام. تفائلي. ايه تأمر. يا حبيبي من أولها. وما قال لك شو بده مني؟ طيب ماشي 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 أمري لله. لا بلا جاي جاي فورا. الله معك. شو بده مني حضرة المدير العام لحتى يستدعيني فورا؟ لا وطالبني بالاسم كمان. مبروك. الله يبارك فيك. شو ما شاء الله. شو ورد أحمر؟ ما لقيت احمر من هيك بالسوق لشيء. الحمد لله ما شاء الله. شو قالوا لي عاوزني استاذ؟ اذا ما عندك مانع يعني. انا افضل. لا لا تفضل تفضل سامعك. في مراجع اجى لعندي ترك لي هالمعامله وجواتها سي دي. سي دي؟ سي دي شو؟ ما بعرف. قال لي انه هذا السي دي بخص الاستاذ عارف شخصيا وامنني ما اشوف شو في جواته. وبتعرف الامانه صعبه. قلت لازم سلمك يا بليد لأنه إلك. شرف. يا جماعة فتنا لعنده للمدير العام. قعدت على لا والله على اليمين مثل ما أنتوا قاعدين ولا شيء. ابتسم الزلمة. لا والله يا ربي ما ابتسم. أول شيء رحب فيني بعدين ابتسم ويعني قال لي انه انا انت يعني رح تكون هيك ايدي اليمين بالمديريه ورح اعتمد عليك بكل كبيره وصغيره وبالشارده والوارده وباذن الله يعني وقت اللي بتقوى علاقتنا مع بعض وندخل ببعض اكثر يعني شوي كمان رح يعتمد علي بامور الشخصيه. هلا استاذ عماد هلا كل هالسوالف والقصص صارت بيناتكم بهالجلسه الصغيره؟ بالله بالله شو يعني عم تكذبني يعني؟ ايه يعني شو غشيم انت؟ طبعا لا في 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 اشارات بين المدراء مع بعض في شفرات يعني هو حكى مجمل حكيه يعني في فحوه فيه يعني هيك فهمت يعني منهم. والله يا استاذ عماد الحقيقه انك نمر. انت الوحيد اللي تعرف دوا كل المدراء العامين. نمر. الحمد لله يا جماعه هي موهبه وملكه من عند الله سبحانه وتعالى. يا جماعه المدير العام رجال طيب كثير 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 كثير. طب مجال هيك ما كان لازم يدعي لاجتمار واشياء اقسام ودوائر من جهته من اول يوم. لك يا اخي هاد هاد ايه بيساووه هذا بس مدير واحد بيكون هيك تقليدي. هاد ما بيحب يكون تقليدي.
بحب كل اموره تكون يعني هيك يعني مميزه، يعني هو بيكون شخص مميز بادارته، يعني بعيد عن البيروقراطيه، بعيد عن الروتينيه، هيك رجال ما بيحب التقليد يعني. عاد هو استاذ يعني لو سمحت هو قال الحكي انه يحب مميز وما يحب تقليد. شو يا انت كمان صاير غشمشم مثله؟ والله لك تاكني صار فكر غشمشم مديح لإله، غشيم يعني غشيم مثله. لك عم نقلكم يا جماعة في شي فراغ، في لغة مش بتعرفي، مدير مع مدير ما بيقعد. شو موقتين لي دخلتي لعنده شايفك انت وياه يعني عم تكذبوني يعني؟ ايه نيالك يا عمي، نيالك يا استاذ جمال، نيالك. قلي استاذ نزار شو صار بهي المعاملة تبعنا؟ اي معي انا استاذ هاي المعاملة. معك انت ليش ما وصلت تصل عنده؟ لا وقعتها من كل عاد الموظفين حتى انا وقعت عليها، ما ظل غير الاخ نزار والمدير العام. شو استاذ نزار ليش حضرتكم ما وقعتوا؟ لو استاذ جمال مو دفعنا ادرسها بالاول. تدرسها؟ اي وقع الابر وقع العمل لسا بيدقق لي على كل شغلة ولسا مو موقع. بعدين ليش صرت الدرسة؟ يعني قلنا لك نحن بدنا نعمل لك فحص فيها؟ فحصها بعمر. إيه لا حلوة سمعتها حلوة ما شاء الله. حلوة كثير. شو مشان ال خلص أنت خلص حد. ليه؟ اسمع نزار عم تنكرز منك صاير كثير أنا. طول لي بالك. يا جماعة أنا عم بشتغل على طريق إنه الوردة تتقسم على الكوي. تسلم لي وهي هات القلم ابو عامر هي ابو عشرة وها احلى استاذ جمال اهلين زارو اهلين شربوا شي والله زهورات يا استاذ زهورات اشربها بمكتبك ظريف هلك ليرة ظريف شوف شفتها شلون يلا شربها تسلم لي هاي لا تشربها على مكتبكم يا شباب يا ابني هذا دمه هذا بيدلع على كل شيء لحاله لك مين هذا اللي جايبني ومصورني وانا عم باخذ المراجعه ويصوروني قص انا مالي سائل اصلا انا لك 100 واحد قبله ما غبر عصر مايتي بس مشتهي اعرف مين اللي صورني وبس يا الله العمل المدير فيه يفضحني لك اكيد عنده نسخه ثانيه اذا ما عنده نسخ كمان وري اذا وصلها لفوق ممكن تكبر القصه وتصير اكبر من الوصله تبعي لك بس اروح اعرف مين ابو شريف تعي لهون ولك تعي لهون وينك ولك ولك قاعد بمكتبك وعم تشتغل كمان جايك انا يا ابو شريف زي شوف يا ابو شريف اذا كنت فاكر انك بدك تكسر لي راسي بنصحك تتراجع لانه انا راسي كثير كبير وتكسيره صعب كثير كثير وكل المديريه بتعرف هالكلام استاذ عارف انا مالي عرفان على شو انت عم تحكي بعدين هذا مو اسلوب تفوت فيه هيك عندي لا يا سيدي عرفان وعرفان منيح بعدين شوف لالا اذا بدك تعمل لي فيها شرفيات ومبادئ بنصحك تهتم بحالك بس وما تتدخل بغيرك بتاتا ليش فرقت سنتين يلا ماني فاهم عليك شو عم تحكي لا يا سيدي انت فهمان وفهمان كثير ومقطع الفيديو اللي مصوره بتبقى بتنعه وانت والمدير بتشربوا ميته كمان كيف عليك تحكي هيك عم مدير معك رجل ما صار ساعات عنا هو بالمديريه ما حدا تحكي عنه لسه ما عرفنا خير وشره شفت شلون قلبك عليه اسمع لقلك ومن هلا ورايك بتخلي قلبك على حالك وانا بنصحك ما بكون الاستاذ عارف مرق اذا بخليك تهيئ بهالمديريه لمرق علي الادب علي هذا شو العالم هاي؟ اضرب 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 علقت يا ابو صبحي علقت ولعت حبيت الشغله تقوم اروح من هون احسن ما يحب لي طرطوشه على مكتبي كمان لا حول ولا قوه الا بالله ايش يا حضره المدير العام ايش يا حضره تلاقي ما تلاقي يا عارف يا ابن ابو عارف واني عطل الله المعتوب
ماشي وينك؟ ها؟ انشرح ارضك عفلاشة 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 نظر ارضك عفلاشة. يلا روح اقبض خمسميات اقبض اقبض متت. ايوه الله خليك دقاقي ما تلاقي يا عارف يا ابن رشيدة والله. روح فكره يوقف روح كلك. ايوه اقبض حط بالجيبه. شو 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 انت شو يا ابني لوين فايت على القهوه؟ هذا مكتب مدير عام. اذا كنت مفكر انه المقطع الفيديو اللي مصورني هو اللقلوق تبعك ممكن يزلني او يكسر لي شوكتي بتكون غلطان وغلطان كثير استاذ. هدي حالك يا ابني وعرف شو عم تحكي ومع مين عم تحكي. انا عرفان حالي تماما شو عم احكي وعرفان حالي بشو مسنود وعمين مسنود فهمت؟ ولي 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 باين انت القصه كبيره كثير كثير. على فكره انت قللت ادب كثير واللي شفته بالسي دي رح يكون تنبيه لك. اي مدير عام غيري بحولك على الرقابه والتفتيش بس انا رح اغير الطريقه وجرب نبهك. ماشي يا ريت ما تعيدها مره ثانيه. تفضل رجع لشغلك. ماشي الحال منشوف. شايفكن ارجعوا لشغلكن وبلا تلصص. ساوي لي قهوة. حاضر استاذ. تمام ان شاء الله سلم الهاري. ما يخليني اذا بخليك يومين يا احمد عم بلحق على الكرسي فرجيك ما بيقول اسمي صفا. هيك بتكون المعامله خلصت ما ضل لنا غير توقيع المدير العام. بس والله بعينته هذا خبيث خبيث ممكن ما يوقعها. والله اذا ما وقعها بتروح علينا رزقه بتروح علينا هي المزرعه. تفضل عماد. شوف وين المعامله. شوف هاي لا وهذا المعامله هذا شوف هذا هذا اهم هذا اهم. شوف شوف ابوي شوف بالعكس تمام. لا تدوشني تشلشني ابو سنا حاكيني برواق. بس رجال ملك الحساب افتحوا البلوتة بسرعة. اذا مثل هذيك تطلع استغفر الله العظيم. لك افتحوا البلوتة خلصوني. شوف انا شوف انا انت يا حمود وصلت شو ها وجيني شو وجيني شو العمى لو شوف على شو يخرب بيته من قامته ولي الله لا يوفق. وينه هذا خطير كثير. وينه من وش إليك وش عليك دير بالك منه بيجي الدور عليه ونحن ما ندري يعني انا من وقت ما اجى هذا خايف منه. طفى في القهوه الله يطفى الله يوفقك يا ايوه يخرب بيتك ما في منك غير الفايز. شلون يا قطو؟ لك تطبي مغلصك يا رنا خلص بقى لينا شو عم تبعتي؟ ما حقول لك استني. لك ما في طول بالي خلصي نط هلا بتشوفي بعينك. شفتوا شفتوا لك العمى 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 لك شو عم بيعملها؟ ولي 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 شلوني معكم؟ يخرب بيتك شو قرتي؟ لك منين جبتيها هي؟ لا دي فضيحة بقلاقل. بس بتعرفي والله بيستاهل الله لا يقيمه عن جد عن جد انا ما بطيقه لك بكرهه بكرهه بضل مثل الطاووس يعني دي ليش انت مين بتحبي لك بعدي هيك؟ روحي بقى لمحلك روحي. هيك شلون بتتقصعي؟ على فكرة هذا مسيو جارو أهم كوافير بالبلد. كل نسوان المسؤولين والشخصيات الهامة بتعمل شعرها عنده بس ما يكون غالي كتير. إذا نقصك أنا بكملك أمورة ولو أمورة مثل ما قلت لك بتضلي بتنقي فوق راس جوزك مشان السيارة والشوفير يفرز لك ياهم والشوفير أهم من السيارة. ها هو هيك لك حياتي ما سمعتك مرت مدير عام ومهم كتير وما يكون عنده سيارة اسمعوا على السمعة. وين صار؟ أحمد كل شيء بصير. إيه مزبوط. أنتِ ما تضايقيني الله يخليك يعني بعرف إنه دبلت لك قلبك بس يعني مشان قيمتك ومركزك. تخيل هلا بس نوصل لعند مسيو جارو تكون طالعت لها شيء مرت مسؤول أو نازلة لعنده وتشوفك حضرتك نازلة من سيارة تاكسي شو بتقول؟ إيه والله شيء بخجل. ليش شبه التاكسي أختي؟ أختي بشغلك أنت أخي. بحياتي ما شفت أوقع من هيك.
مين بيقصد باللقلوب تبعي؟ واعرف هذا انه انا. يعني ما كان فيك تنتظري لأرجع على البيت ونحكي ده الموضوع؟ عارف ابن خالتي وبتعرف شو بيعني لي وما بقدر اسكت عن هيك موضوع بنوب. بس يا صباح، عارف هو اللي حط حاله بهيك موقف محرج. مديرك هذا اللي حضرتك عينته هو اللي عم يتبلى عليه. أحمد مستحيل يتبلى أو يظلم أي واحد من موظفينه. أنا بعرفه منيح، والزلمة عنده تاريخ وماضي مشرف من لما تعين بالمديرية السابقة. والمعنى؟ صباح، أنا وأنت نعرفه منيح لعارف، وما بدي حدا يعلمني عليه. وانت بتعرفي انه لو ما كان ابن خالتي مستحيل اتواصل له او ساعده انه يتعين باي مديريه من مديريات الوزاره. هذا الموضوع كله ما بهمني، انا اللي بهمني هلا انه ينحل هذا الموضوع وباقصى سرعه يا مازن. انو حل بدي لاقي؟ عارف ثابت عليه تهمه الرشوه، يعني لو كان واحد غير احمد كان حوله فورا على التحقيق. اي مو حضرتك الوزير؟ يعني معلمه لهذا اللي اسمه أحمد وبتقدر تأمره يحل هذا الموضوع. هلأ أنا بدي ضل يجعني راسي من ورا قرايبي. مازن، إذا أنت ما رح تتصرف أنا بعرف كيف حل الموضوع. طيب 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 خلاص خلاص، روحي هلأ أنت على البيت وأنا رح شوف شو ممكن لاقي حل لهالقصة. أوكي رح روح. والله مالي عرفان شو بدي حاكي لأحمد ولا شو بدي قله. الله يسود وشك يا عارف. عن جد هاي مرته للمدير العام احمد عبد الحق؟ والله ما بعرف هيك عم بيقولوا. بس مو باين على لبسها وهيئتها انها مرت مدير عام. بس وقت صورتك لك هي من اجت على رجليها. والله وقعت يا استاذ عارف. عاد انا سمعت ان المدير العام قال هذه النوبه ان شاء الله تمر عادي، النوبه هذه ما بيسوي شيء لا تحقيق ولا اي شيء، بس النوبه الجاي قال كبيره النوبه كبيره. ابو عامر شو معنات نوبه؟ شو يعني نوبه؟ والله يوم انا اقول لك النوبه الجاي شوف النوبه الجاي شو يعني نوبه؟ جاي يعني المرة هالجاي المرة أولى برا شو قاعدين بالخيمة؟ أولى برا حصل لي أنه اسمعوا منيح انتبهوا اسمعوا بتنبهوا لي على كل شيء موظفين من جماعتنا هالمرة يتطبطبوا وياخذوا حذرهم لنعرف هو بشو عم يفكر شو بنياته شو في لسه بمخه عم تفهم علي وخاصة أنت أبو نوبة لأنه أنت دائما عم شوفك عم تخفق وتحكي مع كل العالم بضل لي لسانها وقصصها كلها ها إن شاء الله إن شاء الله انتظروني شوي هلا خير أستاذ وين أستاذ عماد لك ليش بتدق على كل شيء أنت يا أخي بلكي أنا بدي أروح شغلة بلكي بدي أفوت على التواليت بدي أجي بعد شكلي يا أخي مو زعبان بلكي أعمل له بلكي لكن عم ما حدا بيفهم علي ما حدا شو الضوج وشو الضوج في نوبة تشوف هاي ولي ميات ولي ميات يا اخي ترى انا اقعد بالبيت وطقطق طقطق بهالريسيفر ما يطلع لي هذا شو هذا الحكي بس الا خب عامي ايه تشبه جارتنا خلطه منطار ها يخرب بيتها تسلمي لك ان شاء الله بتسلمي لي ان شاء الله بتسلمي لي على هالهزاز كلها هيك شيء انجليزي لك تحكي انجليزي يا ابو عامر انت ما هيك والله اسلم بين عليك تحكي انجليزي انت يعني اسلم بتسلم قسما بذات الله كنت متوقع هالرد منك يا بنت خالتي لك تسلمي ولك ريحتيني وطمنتي بالي الله يطمن بالك الله يخلي لنا اياكي ليكي بتسلمي على الاولاد وبتبوسي لي اياهم واح واح ليكي ترى ما تنسي تسلمي على صهري يخلي لي اياكي يا بنت خالتي ليكي عم عزبك انا معي ما هيك عراسي والله ولك الله يرحمه لابوك ماشي عراسي خلاص ايه يلا مع السلامه ياه ولك شوف شو بده يطلع معه للمدير هلا ولك شوف شو بده يطلع معه للمدير
لا استاذه ألف لا. مين هو يعني؟ هذا اللي عمله بيسيء لسير وتقدم وتخلف وتطور البلد. لا ما بنسمح له يا استاذ، ما بنسمح له. مين هو يعمل هيك يعني؟ اعوذ بالله استاذ، اللي عمله عارف لازم ينحط عليه هو وزملائه بزبانة التاريخ، بزبانة التاريخ بالقمامة. حبيت هاي القمامة يا ما استاذ. الله يخليكم، عارف وزملائه، عارف وزملائه استاذ. خلوا كل الموظفين يتوتروا، طلع الهرق تبعهم، لانه استاذ هاي المديريه مو متعوده على اشكال عارف. مديريه الحمد لله وبالصلاه على النبي، هي شو بدنا فيه نحن بقى؟ الله يخليكم، اسمحوا لي حيلو على الرقابه والتفتيش. استاذ عماد تفضل لمكتبك وانا بعرف شغلي. حبيت هاي تفضل وتبوق رصاني ورصاني وتفضل على مكتبك والنوم. أمركم استاذ، أمركم. سئيل سئيل. حول ولا قوة إلا بالله. لازم اطلع عند المدير العام وفهم منه شو قصها. لا مو حلوه طلعت قدام الموظفين ابدا، مو حلوه بحمي. لانه ساعتها رح يفكروني اني زلمته للمدير العام، وانا كل عمري كل عمري ما كنت الا مع الحق. الو اهلين سياده الوزير، الله يخلي لي اياك. شو بدنا نعمل يا سيدنا عم نكافح؟ على العشاء؟ شو المناسبة؟ حاضر. ايه بعرفوا المطعم. حاضر يا سيدي، على الوقت بكون عندك ان شاء الله. ماشي. مع السلامة. شو سر هالعزيمة المفاجئة؟ ابو احمد يا ابن خالي يا حبيبي، يعني انا ما بعرف شو لزوم نجيب حارس جديد، ليش هالمصاريف؟ لك يا نضاله يا ابن عمتي يا حبيبي، يعني زلمه كحيان ومعتر، بعدين اختي وصلتني فيه، معقول رد اختي ماها خائبه؟ معقوله؟ يا اخي نحن كمان نطلع خائبين، يعني انا قصدي انه يعني نحن كحيانين معترين عايفين حالنا، يعني والله عمري ما سمعت مشروع جديد بده حارس، هي عم نضب الحديد بشمينة المسار وعم نروح على البيت. كأنه شايف أذنك طولانين شوي وعيونك كبرانين وبوزك لقدام صار، ليش هيك بتحمرين يا زلمة؟ عم قلك لك زلمة كحيان معتر، ايش؟ كأنك حامله على قلبك. لك يا أخي مو حامله على قلبي، بس قلبي على ابن خالي وقلبي ابن خالي على الحجر، يعني هالكم ألف ليرة بدك تعطيها ونحن أولى فيهم. خلصنا نضال، بدنا نضل نحكي بهذا الموضوع حبيبي يا البوسي. خلصنا بقى. أبو جميل؟ عيونه لعمك ابو جميل جمال امور استاذ طارق. حبيب قلبي ابو جميل، ساوي لنا شي فنجان قهوه لابن عمتي نضال وخليه يروق له شوي. على راسي واحلى فنجان قهوه من تحديات عمك ابو جميل. خيره استاذ؟ وانا كمان زعالي بشي اسكاي على ليمو. حاضر حاضر على راسي. عم بمزح معك، شو اسكاي على ليمو؟ فنجان قهوه. على عيني وكتر هيل. شلونك؟ اغزل عين عنك، انت قدها وقدود. ما حدا بيطلع له معك، علي الحلال حتى المدير العام ها ما بيطلع له معك. مشان يعرف مين انا. بس بتعرف شو اللي مذاكرني يا ابو سعيد؟ لا والله. انه كيف انتشر هالمقطع هاد على موبايلات موظفين مديرية بهالسرعة هاي؟ يا اخي بلوتث هذا، شو بدك تساوي؟ شو بلوتث؟ بس قلت مين ممكن يكون ناشره يعني؟ ممكن يكون هو بذاته المدير العام؟ لا يا زلمة، شو المدير العام؟ المدير العام بتقلل عقله، يعني بينزل هيك لعند مكاتب الموظفين ويقول لهم اتفرجوا على بلوتث على مشاهد من مقطع لموظف سخيف؟
ابو سعيد. لا يا زلمه قصدي خفيف خفيف الظل. علي الحلال ما في غيره هذا ابو عبده. مين قصدك مين مين ابو شريف؟ ايه ما غيره هذا يا سيدي فات اللي عندك على هالمكتب نقر على هالبلوتث طق البلوتث صور البلوتث وقال لهم اتفرجوا لهالعالم مثل ما صورك واعطى الصوره لغيره. كول كول الله على قلبي القرميه معطيني. ماشي الحال ماشي الحال. حز تفاح يرحم ابوك. على كل ابو شريف دبرته عندي بس ما هلا بعدين بعدين. بعدك مصحصنه من الصبح. هذا يا ستي عم بيقولوا انه المدير العام رح ياخذوه على التحليل ورح يصير فيها سي مجني واكيد اكيد 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 رح يشمعوا شغلك بنياتك. دخيلك ناقص منه اصلا الاستاذ عارف اغلى موظف بهالمديريه. اللي عليك حرام عليك ما تحكي صح. هلا قولي لي شو عم بيقولوا كمان. هذا يا ستي عم بيقولوا لك تقول لوالك وتكثر اخبارك. قومي لشوف قومي شوفي لي هالبنت ليش ما عم بفتح. اي مو على عيني. يلا بسرعه شوفي. اي خالص تشريجك. ولي 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 لك قال المدير كان حالف يمين وراسه والف سيف انه يفتح تحقيق بالموضوع. ايوه لولا ما تدخل الاستاذ عماد لحتى يافي عن الاستاذ عارف هالمره. ايوه شو كمان؟ يا ستي قال كان يشتغل بمديريه ثانيه من زمان يعني. أيوة. وكانوا معوفين حياتهم للموظفين نظامي وما عنده دقن مشطة. على الواسطة تدخلت بالموضوع وموتته بأرضه. وشو قالوا؟ إنه هذا مقطع الفيديو تطبيق بتطبيق. وناس تانيين شو قالوا؟ إنه هذا من مقطع من فيلم هندي. وشو البطل بيشبهه للأستاذ عارف؟ لك أنا عارف عارف. لك العمى على هالرفقات شو بيخجلوا. ولي 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 شو بضل عندك اخبار؟ طيب قولي لي شو في كمان؟ ايه شو في كمان؟ هذا يا ستي المدير العام. لك يا بلا يا بلا تعالوا شوفوا 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 شو مكتوب بالانترنت على الموقع. انتوا بتحبوا هيك شغلات؟ خرجوا الله يعيني. بس خلص عيب يلا روح. شو هاد؟ فضيحة موظف سوري بالصور؟ لك سوري بالصور. سوري بالصور سوري. ايه سوري. سوري عم بعتذر منك شبك خربطنا يا زلمة. ان شاء الله ما يكون موظف عند خالي قسما عظما لقيمة قيامته. ايه خالي وبعرفه لك انا بزمان. انت بزمانك طلبت منه انه يوصبك عنده بالمديرية ورفض من المديرية السابقة قمنا وحفظناه نضال شبك. شان اقول لك يا منبه؟ شبك رجعوا أدنيك يطولوا بوزك يمد لقدام وعيونك يكبروا. يا ريت نجبت الشعير معي انا. ايه والله كنا افطرنا سوا. زين زين خلينا نشوف شو القصه. طب شو في لك هيك؟ ما حابه هذا اللون يعني؟ طب شو بدك لون؟ شو رايك بهذا اللون؟ طلع. البوزه يعني اخذوها والله غلطان. شو تبقى الله خلص بقى مقولي انت شو صعبة بس ما اقصدتي باعي نفسك هيا على حسرة لكتبين انا ببخ منا ما عليك شي شو بدك انت وعين كمان هاي الارض بحر كتير خلص ما انا اخذك انا اخذك بالك خلصني الوحيد لا انا لانه دقيت لك كثير وما رديتي قلقت عليكي بتكون صاير لك شيء لا سمح الله. شنو؟ لا ما في شيء بس لقولي من شوي من ورشه السيارات قال سيارتك خالصه زبتك فيك تستلميها. اي وانا سيارتي خالصه كمان. ايه لا شكرا مع السلامة. الله معك مع السلامة. كأنه في مشاعر هيك جوانية ما بعرف. لا مو معقول. وينك يا ولا لك؟ لا لا خلص وعدتي انا بدي
شو الحكي؟ ما فهمت يعني عيد لشو؟ ايه؟ وقف العمل نهائي؟ لما جاي لك ايه انا طلبت هذا الرقم مزبوط على اخراج العمل طبعا اجا مخرج تاني كسر علي بالساعه لك شو نحن عم نشتغل فن ولا عم نبيع بطاطا لكن شو هي اجا كسر علي بالسعر لك فشلوا ورجع لهم السلفه العمى هي قله ادب هي خلص خلص ماشي ماشي انا بتصرف معهم هي لا هي فعلا قله ادب العمى العمى شو هاد لا عاد في احترام لا للفن ولا للثقافة ولا للخبرة ولا للعلم ولا شيء شو هاد؟ وين عايشين نحن؟ العمى 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 على هالقصة منين طلعت لنا قصة الحارس هاي؟ شو العمل أستاذ نبار؟ ما بعرف هنفكر نهدي اللعبة شوي لبين ما نعرف شو وضعه أنا برأيي نترك إدام كام يوم وبعدين بلاقي له جد تسبيح شلون بقى؟ بنطقه برغي عند الأستاذ طارق عم بيحلق له وبيفضل لنا الجو لك لا ما بتزبط فكرت فيها بس هو من طرف الاستاذي مها يعني مصيته فيه لطاري مو ظابطه ما في غير نكبسه قرشين ونضمه لصفنا وهيك بنضمن انه ما رح يفتح تمه ولو بحرف واحد شو ما شافنا عم نحكي لك خلاص هات تقطش تنحش ضلك حمار ما بتزبط كمان فكرت فيها هذا بكره بيستشرف بيروح بيقول له الاستاذ طارق خايف يطلع من هدول الشرفاء اللي بيستشرفوا على الفاضي وعلى المليان مو ظابطه ايه والله بهي معك حق قلت شي لا والله يوم اللي برعم يشال حاضر تفضل عم بيك شو ها؟ يعني ما في شيء بقيمتك هذا الشيك نص مليون بس مشان شو نص مليون؟ يعني مثل ما بيقول المتن ربط كلام عربون يعني ومشان تتأكد انه كلامي كله جد بجد وحقك محفوظ وبقية المبلغ بكمل لك اياه لما بتتوقع المعاملة من الدكتور أحمد حلو الكلام؟ شو عم تحكي يا أبو مناف؟ خذ خليه معك الشيك بس اتوقع المعاملة ساعتها لكل حادث حديث والله ما بيرجع الشيك عدنان بيك والله ما بيرجع شيء قلت لك حقك محفوظ وحصتك تاخدها وطالما الدكتور أحمد عبد الحق عديلك معناتها أمورنا بخير إن شاء الله